أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 88. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. الحلقة بتاعتنا النهاردة هيكون تحت عنوان Revision from Unit 1 to Unit 10، وهيكون ضيوفنا في الاستوديو اللي مشرفينا النهارده بالترتيب كده مستر نبيل بكير. مساء الخير يا مستر. مساء الخير مستر احمد. اخبار حضرتك ايه؟ تمام كله بخير. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر خالد عطيه. مساء الخير يا مستر. اهلا وسهلا مستر احمد، مساء الفل. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا فندم. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر رمضان التركي. مساء الخير مستر رمضان. مساء الخير مستر احمد، خير عليك. اهلا بك حبيبي. وهيكون معنا ايضا في الحلقه مستر خالد عبد الهادي. مساء الخير يا مستر. مساء الخير مستر احمد، اخبار حضرتك ايه؟ واخيرا وليس اخيرا هيكون معنا في الحلقه مستر صلاح عبد الله. مساء الخير مستر صلاح. مساء الفل مستر احمد. ان شاء الله نتمنى لكم حلقه موفقه. وقبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا، طبعا اساتذتنا الافاضل اللي معنا في الاستوديو مجمعين كم كبير جدا من الجمل من كتاب مدرس على الهواء على الوحدات من 1 لـ10، فيا ريت كل طلابنا الاعزاء اللي بيشاهدونا يتابعوا الاساتذه معنا في الاستوديو. وطبعا عايزين نقول لكم ان كتاب مدرس على الهواء دلوقتي يعتبر اوريدي متوفر مع كل المدرسين اللي هو فريق العمل اللغه الانجليزيه في البرنامج، حصري من خلالهم فقط. فأي طالب من خلال، طبعا بيجي لي كم كبير جدا من الرسائل على الواتساب او الماسنجر او على التليفونات اتصال، فياريت كل الطلبه على مستوى الجمهوريه تواصلوا مع فريق عمل اللغه الانجليزيه اللي هو معانا في البرنامج، لان الكتاب الطبعه الحاليه موجوده حصري من خلالهم فقط. نبدا الحلقه بتاعتنا مع مستر نبيل بكير، ونستاذن المخرج بتاعنا الجميل يجيب لنا بيج نمبر 1. اتفضل يا مستر نبيل. صباح الخير على احلى طلاب ثانويه عامه، صباح الخير على طلابي خاصه، صباح الخير على الاساتذه المحترمين معانا. عندنا النهارده مراجعه جميله هتعجبكم جدا جدا، الجمل فيها تريكس وفيها افكار، يا ريت معاك قلم ورقه وتدون ورايا. نمبر 1 ده من 1 ل 2 يا جماعه، don't just sit there in silence. don't just sit there in silence. don't just sit there in silence، ما تقعدش ساكت in silence. something tell something ولا say something ولا talk something ولا speak something. كلنا عارفين يا اولاد طبعا ان say something، لكن tell someone something، يعني tell لازم يبقى بعديها object الاول، مفيش object. speak برضو بيجي بعديها preposition حرف جر وobject. talk برضو نفس الموضوع، يبقى الاجابه طبعا say something. number 2 his achievement، الانجاز بتاعه، will beat him respect، win him respect، gain him respect، earn him respect. جملة شائكة شوية فيها شوية أفكار، لازم تحط في دماغك في حاجة اسمها earn somebody something، في حاجة اسمها earn somebody something. فأنا عندي هنا الأتشيفمنت بتاعه will not his respect. عندي بالنسبة للبيت لازم يكون فيه الطرفين، الفايز والمهزوم. الأهلي always beat الزمالك، فيه الطرفين، الفايز الأهلي والمهزوم الزمالك. الفعل طبعا بالنسبة لwin، win something، win a cup، win a game إلى آخره. بالنسبة للجين يكتسب شيء معنوي زي كانت ويت او سبيد او الاخرين. فالاجابه طبعا هنا طبعا قلنا الاجابه طبعا earn somebody something. فالاتشيفمنت بتاعه يا جماعه will earn him respect، هيكسبه الاحترام. نمبر 3 I used to the cold weather of Canada. I didn't used to the cold weather of Canada. I got used to the cold weather of Canada. I was using the cold weather of Canada. بسهوله كده هلاقي ان used to دي وراء infinitive، مفيش infinitive في الجمله. didn't used to وراء infinitive، مفيش infinitive في الجمله. was using ناقصه كل حاجه. اللي فاضل عندي الحاجه الوحيده اللي بيجي بعديها noun او pronoun او verb plus ing، لما يجي لي قبل used to سواء verb to get سواء get او got او verb to be am او is or او was او were، يبقى ممكن noun او pronoun او جيران. فالاجابه طبعا I got used to the cold weather، كلمه cold weather هنا تعتبر noun، فمش هينفع لا didn't used to ولا used to. نمبر 4 جمله فيها افكار شويه، smaller shops المحلات الاصغر lose بتفقد a lot of، وان سوبر ماركت لما السوبر ماركت open nearby بتفتح في مجاوري او عن قرب. يعني عندك custom، طبعا طلب كلها بدور على كلمه customers، بس كلمه customers مش موجوده، فيا ترى كاستم ولا كاستمر ولا كاستمز ولا كلينت؟ ده كلينت حتى ناقصه اس، كاستمر ناقصه اس، كاستم كاستم في كاستم تجيب معنى جمارك. كاستم اللي انت ما بتعرفوش ايها الشباب ان كلمه كاستم ممكن تتعامل ان كاونتر والنون كاسم لا يعد، بمعنى كاستمرز يعني عملاء او زباين. والاجابه طبعا هنا سمولر شوب طبعا لوز ا لوت اوف كاستم، كاستم هنا بمعنى عملاء او زباين ودي ان كاونتر والنون. نمبر 5 As staying in Alexandria I went
to the beach every day while staying in Alexandria. I went to the beach every day while in staying in Alexandria. I went to the beach every day during staying. حتى يقعد حب مستنس كده والبتاع هتلاقي فيه طالما السبجكت بتاعك جملتين واحد انا ممكن اجيب جيراند بعد وايل. ايه اللي جابها؟ وايل staying in Alexandria طبعا I went to the beach every day. استعمل during اللي جايه بعدين during my stay. Number 6, the teachers told the students that they were forced and مجبرين to make n, do n, give n, take n their homework. ذلك ازاي؟ الطالب اول ما يلاقي كلمه homework هيروح مديها له دو على طول. متعود على دو homework. ما خدش باله ان في preposition حرف جر n. في قاعده بتقول ان ممكن استعمل give n بمعنى يسلم. يعني the teacher told the student that they were forced to give n their homework the next day. Give n بمعنى يسلم. Number 7, there is a charger. جمله برضه مجرد بتاع امتحانات. في charger اللي هو شاحن يعني to the mobile. What attached? Attached. Attaching. Which attached? جمله passive. هو الشارجر جا موصل بالموبايل. طب فين يا مستر هنا ويتش؟ مفيش ويتش. كانت الجمله اصلا there is a charger which was attached. فعملنا ريموفال لكلمه ويتش فنحذف معاها فيرب تو بي. اتفضل عن تصريف تاتي الفاعل ودي حاجات مهمه جدا جدا. يبقى الاجابه attached. نمبر 8, big cars العربيات الكبيره are no longer fashionable لم تعد على الموضه. among the بين الشباب the synonyms المرادفات بتاعت فاشنبل هير. خلي بالك هنا بقول ذا سينينمز ماشي سينينم واحد بتقول سينينمز يعني المرادفات يعني انت هتختار اجابتين يا ترى تراديشنال ولا تريندي ولا كلاسيكال ولا اند سي. اعتقد كلمه تراديشنال قديم او تقليبي كلاسيكال نفس الموضوع. تريندي والاجابه طبعا هنا بقول لك هنا تراديشنال ولا تريندي ولا كلاسيكال ولا ستايلش. طب الاجابه في اجابتين يا جماعه تبقى الاجابه تريندي اند ستايلش. يبقى الإجابة طبعاً A and C أو ما فيش A and C يبقى الإجابة trendy and stylish. إجابتين. Number 9, scientists have come up with a not way of catching fish. يجي طالب الله إيه اللي جاب النوفل والستوري والأستونيشنج والبويتك. طبعاً نوفل أنت متعود إنها رواية ستوري قصة. أستونيشنج معناها مدهش أو مذهل. بويتك شعري. طب حتى فيش أن عشان استعمل أن أستونيشنج واي طريقة مذهلة. ففي قاعده بتقول يا جماعه ان الساينتستس هاف كام اب ويز ا نوفل واي. كلمه نوفل هنا بمعنى شويه بمعنى نيو. فهنا نوفل واي بمعنى نيو واي. نمبر 10, I have never heard such a beautiful singing voice as hers than hers to hers rather than hers. اعتقد دي مقارنه صفات يا جماعه واعتقد كلمه الاجابه الصحيحه rather than اللي هي افضل من. That's all وننتقل للفقره اللي بعديها. احسنت يا مستر خالد. مع مستر خالد ننتقل للصفحه بيج نمبر 6 مع مستر خالد عطيه. اتفضل يا مستر خالد. السلام عليكم يا جماعه. يا رب تكونوا بخير جميعا. مراجعه موفقه باذن الله. يعني تقريبا كده هيبقى تركيزنا على يونت 2. لو احنا كده في نمبر 11 بتقول I have a 10 space break to eat something. يعني معنى الجمله عايز بيقول انا باخد 10 دقائق كده اتغدى فيهم او اكل حاجه يعني. الطبيعي ان اقول 10 minutes. لكن لما يكون في حرف الآدة تعرف أكار كارز أبوي بويز. فلما بنلاقي حرف الإيه ورقم كده وفي داش عادة شرطة ولازم بقى نختار إيه؟ لازم نختار سينجولار ناون. تمام؟ A three day holiday أجازة ثلاثة أيام. A 10 minute walk وبالتالي A 10 minute رقم B يبقى نمبر 11 B. طيب نشوف نمبر 12 كده. How many of the children books can you space name ودو ونيم افتر وميك. هو معنى الجمله ايه؟ عايز يقول له تقدر تقول لنا كم اسم مؤلف يعني روايات للاطفال وكده او كتب للاطفال. فهنا معناها سمهم لنا قول لنا اساميهم. فكلمه نيم هنا تيجي بمعنى الفيرب دوت كان يو نيم. طب ليه مش نيم افتر رقم بي؟ لا نيم افتر يسمي على اسم حد. يعني مثلا اي واز نيمد افتر ماي جراند فاذر انا اتسميت على اسم جدي. يبقى كان يو نيم فقط. اوكي نمبر 13 بيج 7 مع بعض كده اهو. بيج 7 نمبر 13 بتقول I couldn't answer the phone since I space slept have slept was sleeping am sleeping. ممكن انت هنا تبص على كلمه since فتقول ان معناها منذ followed by past simple يجي وراها past simple وبالتالي ممكن تميل انك تختار اول واحده. بس هيبقى معنى الجمله ايه؟ انا ما قدرتش ارد على التليفون منذ نمت. لا since هنا يمكن طبعا معظمكم عارف since و4
هنا معناهم لأن، معناهم بيكوز. يبقى هنا معنى الجملة إيه بقى؟ أنا ما قدرتش أرد على التليفون لأني ها كنت نايم. قلنا كان دي يعني past continuous أو was were ing، يبقى since I was sleeping رقم B. طيب 14 بيقول a semicircle اللي هو بيسموه الهلال، تمام؟ اللي هو القمر بس غير مكتمل كده، is a weak space moon. ده expression كده أو تعريف كلمة الهلال اسمه a weak old moon. a weak old moon معناها الهلال، تمام؟ اللي هو القمر غير مكتمل الرفيع أو الصغير ده. نشوف كده 15 page 8، أحمد isn't here، مش موجود. his space in the club في النادي. has been و has gone و is و A و B سوا، تمام. الجملة دي برضو من الجمل اللي معظمنا ممكن يقع فيها. ليه بقى؟ عشان معظمنا واخد على has been و has gone، فبنقول إن مثلا isn't here مش موجود، فهتميل إنك تختار رقم C has gone. أيوة ماشي، بس معناها ذهب، ما ينفعش أقول has gone in the club، ذهب في النادي، تحتاج to has gone to the club. بالظبط have gone to، لكن عشان في إن أقول هو حاليا موجود في النادي، يكون في النادي، يبقى number 15 B is in the club اللي هي equals بتساوي إيه؟ has gone to the club، تمام؟ طيب 16 توم has had a lot of space problems since he started living in that polluted city. معنى الجملة إن توم عنده مشاكل صحية من ساعة ما عاش في المدينة الملوثة دي يعني. فعندي health و healthy و the health و healthy، تمام؟ أنت برضو ممكن هنا تميل إن أنت تختار B. ليه؟ عشان تقول healthy problems، مشاكل صحية، على أساس إن health معناها الصحة. خلي بالك healthy معناها beneficial، معناها useful، مفيد، ده كلمة healthy، تمام؟ healthy food. لكن هنا مشاكل متعلقة بالصحة بتتقال أول واحدة health problems وليست healthy problems، تمام؟ يبقى أنت ممكن نقولي مشاكل صحية healthy problems، لا that's wrong my dear، it's already number A health problems، يبقى 16 A. نشوف كده next 17، احنا page 9. I haven't seen the manager space، it's the first time to meet him. ما شفتش المدير انا قبل كده، ودي اول مره قبله. برضه معظمنا haven't seen، فهيميل انه ياخد yet. نشوف الاختيارات كده before or never و ago ever، تمام؟ ما فيش yet اساسا. ايوه بقولي دي اول مره اشوف المدير. بما انها اول مره اشوفه يعني معناها ما شفتش المدير قبل كده، من قبل، قبل كده ومن قبل يعني، ها بص كده معايا تاني بالظبط، هي كلمه بيفور اول واحده. طيب 18 space a survey among older people that you know and report the results to the rest of the class. يعني اعمل سيرفي كده، استبيان ولا استفتاء يعني كده، وقول لنا النتيجه، تمام؟ عندنا التشويسز ايه بقى لو قريناها؟ conduct و make و do و A و B سوا. اللي انت واخد عليه هي كلمة do a survey، تمام؟ لكن موجود الكلام دوت. طبعا الجمل دي يا جماعة احنا مطلعينها من قلب كتاب المدرسة، تمام؟ يونت 2 كل الجمل ديت، فهي موجودة عندك في الكتاب. conduct a survey يعني both are correct، conduct a survey do a survey، وبالتالي يبقى رقم 18 هتبقى D اللي هي A و B سوا، تمام؟ نشوف كده page 10 number 19 بيقول you look pale. You look pale يعني وشك مصفر. Space to you، في حاجة حصلت؟ Did anything happen or have anything happened or A و B سوا or neither answer، ولا واحدة فيهم صح. الجملة دي مهمة جدا، تحس على فكرة الاتنين صح كمينينج. يعني did anything happen حاجة حصلت ماضي did، وتنفع كمان has anything happened، فتحس ان الاتنين صح. الجملة دي يا جماعة بالذات بتوضح حاجة مهمة قوي. ايه بقى؟ The difference between past simple and present perfect، الفرق بين الماضي البسيط والمضارع التام. الباست سيمبل ده I finished the action without an effect at present، حدث انتهى ليس له أثر. أما البريزنت بيرفكت have و has و be، I finished the action with a present effect، حدث منتهي وله أثر. طب هو بيقول له وشك مصفر ودبلان، شكلك شاحب الوجه يعني، يبقى طبيعي هي be has anything happened عشان ليه أثر. نمبر 20 بتقول I space myself goals and plan how to achieve them، حطيت لنفسي كده أهداف وبخطط لنفسي إن أنا إيه أحققها، تمام؟ هي بتتقال give goals، عندي take و make و do give، ويمكن الجمل دي بتبقى فيها confusion إلى حد ما، لكن طبعا زي ما قلت لك الكلام ده من ما بين السطور في الكتاب، يبقى آخر جملة هتبقى give goals. This is the last one.
احسنت مستر خالد. ننتقل لبيج نمبر 11 مع مستر رمضان التركي. اتفضل يا مستر رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي الاعزاء الطلبه اعزائي المدرسين. بيج 11 space is literally term used in poetry means to liken a thing to human qualities. ايه الحاجه الادبيه اللي بنستخدمها عشان نشبه شيء بصفه انسانيه؟ الناس اللي مذاكره البويتري، هل سامري، بارافريز، بيرسونيفيكيشن، رايم. لو انا بصيت كده سامري ملخص، بارافريز برضو ايجاز للموضوع، تشبيه، واخر حاجه القافيه. طبعا لو انا بحل صح هتبقى بيرسونيفيكيشن. التشخيص هو مرحله ادبيه بتستخدم ان انا بشبه الشيء بصفات انسانيه. في اون 3 احنا طبعا هنركز على الريليتيف كلوزز، ضمائر الوصل. انا اول ما شفت ار ذيز ذا بوكس 22 ذا بوكس، ار ذيز ذا بوكس. الناس اللي مذاكره ريليتيف، ريليتيف بروناونز، احنا بنقول سمثينج لازم يتبعها ويتش، بشرط ان يبقى وراها سبجكت او الفيرب، وممكن وير لو كان ده مكان لو مفيش ايه حرف جر. فانا لما ابص على الجمله دي ار ذيز ذا بوكس هركز على ويتش، ويتش وير لوكينج فور ذيم. طب انا المفروض انا بحط ضمير الوصل عشان اعوض عن المتكرر في الجمله الثانيه. فانا عندي المتكرر هنا كلمه ذيم، احط ويتش مع ذيم ما ينفعش، يبقى دي كده مستبعده. Where you were looking for طبعا where وفي حرف جر for لغت وجود where هنا تمام، لان where شرط استخدامها عدم وجود حرف جر. طب جميل قوي، اصبح عندي you were looking for them برضو وجود them. طب احنا عندنا قاعده بتقول when we omit the relative pronouns، امتى بنحذف ضمير الوصل؟ يحذف ضمير الوصل اول حاله عندنا when it's followed by a subject، اما يبقى وراها ايه؟ فاعل. فالاختيار الاخير which you were looking for، هحذف which، يبقى نختار هنا طبعا ليتر دي، يبقى الاختيار ليتر دي نمبر 22. نخش على الصفحه الثانيه بيج 12، بيج 12 الجمله رقم 23. I played a long game of tennis with my brother. الناس اللي مش واخده بالها، اللي مش مركزه، اول ما هشوف my brother هدور على هو، هدور على هوم، وممكن يدور على هوز، ممكن يدور على ذات. انا مش بتكلم عن اخويا، انا بقول انا لعبت ماتش او مباراه تنس مع اخويا. انا هنا بتكلم عن المباراه. ليه بقى؟ ميد مي تايرد، ارهقتني. هو اللي ارهق اخوك ولا الجيم؟ لو اخوك اللي ارهقك يبقى ده موضوع تاني، هنا الجيم هو اللي تعبك. فهنا طبعا هو هتستبعد، وين دي بتاع الزمان، اصبح عندي اما ويتش اما هوز، هنا طبعا هتبقى ويتش. تمام، ليتر سي 24. محمد كيم فيرست ان ذا انجلش اكزام. نقط سربرايزد اصلا، ركز معايا لو سمحت. ذا فيرست، ذا سكند، only، all، دي من الحاجات الاساسيه اللي في ضمائر الوصل اللي في الريليتيف، اللي اول ما نشوف ذا فيرست، ذا سكند، هول او اول، وعندي كمان something و everything و nothing، دور على كلمه ايه؟ ايوه انا سامع حد بيقول ادور على ذات. فيري جود، يبقى 24 هنختار مين؟ ليتر سي، ذات. ذات سربرايزد اس ا لوت. الصفحه اللي بعدها بيج 13 معايا. I have lived in this flat since I was born. أنا عايش في الشقة دي من ساعة ما اتولدت. That means وده معناه this is the flat، الشقة دي. Where I have lived since I was born، أدي واحدة. الشقة ده اسم مكان، والمكان بنستخدم معاه where بشرط عدم وجود حرف جر فتمشي. Where I have lived since I was born، طب نبص على الثانية. طب ما in which هي برضه where، واحنا قلنا in which بتعوض عن where، وat which وto which وfrom which. تمام قوي. يعني in which I have lived since I was born برضو تدي نفس المعنى، the same meaning. طب نخش على التالتة كده، which I have lived in، برضو دي بتساوي where عشان فينا in، which I have lived in since I was born. طب نبص على الاختيار الرابع، all answers ايوه are correct، that's right. يبقى هنا نختار letter D. 26 the book، المفروض the book which you given me، او the book which are written، او ايا كان which are written which are given، اللي دي to you had many pictures. طب انا عندي هنا give ده verb، that given المفروض ما which is given او which was given او that is given that was given. طب انا عندي was given ناقصه which، امتى بنحذف ضمير الوصل؟ القاعده الثانيه احنا قلنا اول قاعده when it's followed by a subject، ادي واحد. القاعده الثانيه when it's followed by verb to be and the past participle by verb to be and the ing. فهنا بحذف ضمير الوصل ومعاه فيرب ايه؟ فيرب تو. يبقى انا بختار مين؟ يا اما الباست بارتيسيبل يا اما الفيرب زائد اي ان جي. مين اللي موجود عندي هنا؟ جيفن، ليتر سي. ننتقل للصفحه اللي بعد كده 14. I have hidden the money
No one will find it. أنا بتكلم عن الفلوس وبقول ما حدش هيلاقيها، يبقى أنا بتكلم عن إيه؟ شيء ولا مكان؟ أه بتكلم عن مكان. الناس اللي مركزة I have hidden the money. ويندي بتاع الزمان، ويتش بتاع something ذات بتحل محل هو وهوم ويتش في غيابهم، يبقى ده مش غير مين؟ أيوه later see where no one will find it، حيث ما فيش حد هيلاقي ده المكان. 28 She has written an article in which she describes the problems our company. هي كتبت مقال فيه وصفت المشاكل اللي قابلت بلدنا. Which face, faces, facing, A and C. لو أنا النهاردة ببص على الجملة which وراها الفيرب والسبجكت فتمشي letter A which face المشاكل اللي قابلت بلدنا، وممكن أستخدم faces كاختياري تاني. لا ما تنفعش طبعا faces عشان في الاس اس المفرد، يبقى facing اللي هي فيها ضمير الوصل إيه المحذوف which are facing. حذفت which وار وبقت عندي كلمة إيه facing، يبقى أنا عندي الاختيار الصح بتاعنا letter A and C. The last page إحنا عندنا الجملة رقم 29 بعد كده 29. عمرو was the first was the last student at school. How to arrive, which arrived, who arrived, A and C. ركز معايا في الجملة دي كويس. هنقول هنا عمرو كان هو الطالب أول طالب أو آخر طالب وصل إيه المدرسة. هل تو أرايف ولا ويتش أرايف ولا هو أرايف ولا إيه أند سي؟ طب هنبص كده ذا لاست وذا فيرست، إحنا المفروض عايزين ذات، قلنا إحنا ممكن نعوضها بقى بمين؟ بتقول إنفينيتيف، يبقى تو أرايف فتمشي. طب ممكن نقول ويتش أرايف، طب أنا بتكلم عن عمرو ما ينفعش. طب هو أرايف ده هتمشي لأن هو وراها الفيرب، يبقى نختار ليتر إيه أند سي. ذا لاست سنتنس ذيس إز ذا بوك I bought last week. طبعا الناس ده بوك خلاص يبقى which، فانا هختار which I bought last week. نبص على الاختيار الثاني. طب انا عندي ذات تحل محل which في وجود السبجكت ومفيش كما، تمام تمشي ذات. طب ما احنا ممكن نقول ذات ذا بوك I bought last week عشان هنا هنحذف ضمير الوصل لوجود الفاعل بعده، ويبقى نختار هنا letter A B and C. That is the last sentence, Mr. Ahmed. أحسنت مستر رمضان. ننتقل لبيج نمبر 16 مع مستر خالد عبد الهادي. تفضل يا مستر خالد. شكرا مستر أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة الثانوية العامة، نتمنى إن شاء الله إن تستمتعوا معانا بالجمل ديت، جمل أوت أوف ذا بوكس، جمل جديدة علينا بيغلط فيها طلبة كتير من خلال كتابنا طبعا وبرنامجنا، هتبقى بالنسبة لك سهلة ومفيش حاجة صعبة عليك آخر السنة. نشوف كده بيج 16 الجملة نمبر 31 31 The meetings at which of which were which I attended were long and pouring. طبعا طلبة كتير جدا من الدرابة لما بشوف the meeting بختار at which، بس خد بالك من معنى الجملة، لازم تاخد بالك من الجزئية دي. هل هنا بقول الاجتماع اللي فيه ناقشنا the meeting at which we discussed كذا كذا كذا، ولا بقول the meeting I attended الاجتماع اللي حضرته؟ طالما بقول الاجتماع اللي حضرته الاجتماع اللي هحضره الاجتماع اللي هروحه العربية اللي اشتريتها، يبقى ده حاجة غير عاقل، يبقى بناخد which بس، يبقى the meeting which I attended الاجتماعات اللي انا حضرتها were long and boring الطويلة ومل. خد بالك جدا مش دايما مع meetings ناخد at which. شوف معنى الجملة، لو الاجتماع اللي فينا ايشنا كذا يبقى at which، لكن الاجتماع اللي رحنا يبقى هنا او اللي حضرناه يبقى which بس. الجملة number 32 several people left their countries as they were afraid their lives. طبعا هنا كل الطلبة عارفة كلمة afraid of. afraid of يعني خائف من. الجملة هنا طبعا معتمد على الفوكاب مش على الجرامر. فلما نبص كده للجملة هيقول afraid of. afraid of يعني خائف من. لو ترجمنا كده الجملة يبقى ايه؟ الناس سابوا المدينة او البلد عشان خايفين من حياتهم؟ لا طبعا، هم خايفين على حياتهم. يبقى زي ما في afraid of يعني خائف من، في كمان afraid for يعني خائف على. يبقى right answer is number A. afraid for. ننتقل لبيج 17 صفحة 17 ونبدأ نخش على الريلاتيف كلوزز اللي هي ضمائر الوصل. بيقول لي the man who is، طبعا هنا حاذف اللي هي الاي وحاذف ابوستروف، او the man whose او that او who. طبعا the man عاقل، فالطالب بيبدأ يفكر كده ايه العاقل هنا، في who في that في who is يبقى عشان هنا في ing يبقى the man who is wearing. طبعا تاخد ايز عشان بيجي وراها اي ان جي، واضحه الجمله وما تلخبطكش. بس خد بالك من الجمله ديت لازم تتعلم ان احنا ممكن نشيل هو ايز واقول ذا مان ويرينج على طول. ذا مان ويرينج، ذا بوي بلاينج ذا بيانو از ماي ستودنت. الطالب اللي بيعزف هو از ويرينج، ممكن تشيل هو از
خد بالك عشان هتقابلنا في الجمل اللي جاي. Number 34. The company denied that it praises, raises, rises, rehearses discrimination against of the employees. هنا معنى الجملة بيقول للشركة بتنكر أنها بتمارس أي تفرقة عنصرية بين موظفينها. فعندك كلمة praise يعني يمدح، ينفعش raise دي يرفع، raise your hand raise your voice، rises تجيب معنى تشرق أو rise up يعني ينهض، وفي كمان rehearses اللي هي يمارس، يبقى rehearses هي اللي صح. ننتقل لبيج 18 الجملة number 35. People who caught stealing are imprisoned ولا caught stealing are imprisoned ولا who catch ولا who are catching. طبعا احنا عارفين ان ممكن نحذف هو وده verb to be ونستخدم التصريف الثالث بس، فبقول the people who are caught اللي اتقبض عليهم وما بيسرقوا، شيل هو شيل ار، تستخدم التصريف الثالث بس. ودايما في جمل كتير عاوز الباسيف ما تنساش تحذف هو وتحذف verb to be. نشوف الجملة number 36 young children are usually respected, respectable, respectful, respecting towards the teacher. طبعا اختيار برافو عليكم، سامع ناس بتجاوب respectful اللي هي معناها محترم للآخرين، لكن respected scientist, respected writer ده حسب أعماله، respectable family عائلة محترمة. ننتقل لبيج 19 والجملة number 37. The man that driving who drives whom drive who driving driving that bus is my brother. برضو خد بالك هو ممكن تحذفها لما يجي وراها verb وتختار الـ ing على طول، يبقى the man driving the bus كان أصلها the man who drive، يبقى عاوزك تاخد بالك من الجزء ده. هو ساعات بيجي وراها فعل ممكن أشيلها وأخليها ing على طول، هو بيجي وراها subject فاعل ممكن أشيلها وأشيل وأخلي الفاعل على طول. هو لو جه وراها verb to be و ing شيل هو شيل verb to be وخلي الـ ing على طول، ولو جه وراها تصريف ثالث في حالة الباس في verb to be وتصريف ثالث شيلها وشيل verb to be ويبقى التصريف الثالث، دي حاجة مهمة جدا. جملة number 38 the synonyms of respected is، طبعا خد بالك كلمة synonym و antonym المضارع مرادف والمضاد بتكرر في كل امتحانات حاليا. طبعا مرادف كلمة respected لما تيجي steamed معناها ساق نبات، steamed يعني دخان او بخر، steamed ايوه هي ديت steamed طبعا number 3 صح. هنتقل لاخر صفحة عندنا اللي هي في الجملة صفحة 20 رقم 20. 39 الجملة 39 the man who meeting who met I met on the bus last week was an old classmate. طبعا لما تاخد بالك هيقول طب ما انا احذف هو واخد اي ان جي على طول، لا طب انا اخلي هو واخلي الفعل والفعل. ترجع هنا لتكوين الجملة، الراجل اللي قابلته اللي بقابله على طول او اللي قابلته في الاسبوع اللي فات في الاوتوبيس، يبقى the man who I met، شيل هو يبقى تاخد السبجكت والفيرب على طول. يبقى ترجمة الجملة مهمة جدا تاخد بالك منها. آخر جملة بالنسبة لنا النهاردة الجملة number 40 Henry was retired by cause reason cause season. طبعا هنا الطالب أوتوماتيك أول ما يشوف of هيقول cause of، خد بالك دي مش cause of reason for، ده خد بالك هنا في حاجة اسمها by reason of، by reason of بتساوي because of due to واللي هي معناهم طبعا بسبب، فيبقى الإجابة الصح هي letter B reason of عشان by reason of and that's all. توفيق ان شاء الله. شكرا مستر احمد. احسنت مستر خالد. ننتقل لبيج نمبر 21 مع مستر صلاح عبد الله، اتفضل يا مستر صلاح. بسم الله. هنا يا جماعه في جمله 41 there is space في الاول well of the houses was slightly different. ما هنا في الجمله اللي عندنا ان المنازل بشكل طفيف مختلفه. احاول اعرف كويس جدا في الجمله اللي عندي ايه الموجود فيها. موجود هنا houses وده plural noun اسم جمع، وجي بعديه followed by singular verb، يعني عندي اسم جمع وجي بعديه verb مفرد. طيب نشوف الاتشوز اللي عندنا all each every some. هنلاحظ ان all والسم اي نعم اسم جمع بس كان محتاج plural verb verb جمع، يبقى خلاص استبعدناهم. وطبعا every letter C هنستبعدها علشان ما فيش every of، يبقى اللي جاب عندنا letter B H، يبقى 41 اجابتها H. 42 جملة مهمة جدا يا جماعة، ناخد بالنا منها كويس جدا. في space بس لاحظ
ان في بعد السبيس اللي عندنا في كوما وبدا يكمل الجمله. poems usually have three or more verses، يعني القصيده فيها ثلاثه او اكثر verses. هلاحظ كويس جدا، يبقى انا هنا السبيس في عندي كوما، يبقى لازم قبل ما ابص على التشوز اللي عندي هختار اوتوماتيكلي adverb. عندي هنا a tradition طبعا noun، traditionally adverb، traditions برضو noun، traditional adjective. يبقى اختيارنا letter b a adverb هنا traditionally. ننتقل لبيج 22 والجمله 43. The event was organized by two people with the space of them is a professional. يعني الايفنت دوت اتنظم عن طريق شخصين وده الفراغ، يا ترى every all neither half. برضو ركز جدا، قال لي هنا بعد space of them جاب لي ضمير plural pronoun ضمير جمع، وجاب لي برضو هنا is وده فعل مفرد، يبقى اجابتي letter C، يبقى هنا neither of them is a professional. 44 it is the only، وجملة برضو جميلة جدا، يا ترى solution possible possibility solution possible solution أو A and C. هنا في الحظة مهمة جدا معنا هنا إن الـ adjectives الصفات end with syllable تنتهي بالمقطع I B L E، دول الصفات اللي بتنتهي بالمقطع ده ممكن تيجي قبل اسم أو بعده. مفروض إن الصفة بنقول good boy a clever man، يبقى الصفة في الأصل بتيجي قبل النون، لكن في الصفات اللي بتنتهي بالسيلبل المقطع I B L E ممكن تيجي الصفة قبل النون أو بعده. يبقى جابتنا هنا letter D اللي هي solution possible أو possible solution. ننتقل لبيج 23 والجملة 45. دينا does know how to prepare lunch alone. يعني هنا دينا ما بتعرفش تعمل اللانش لوحدها. عندي التشويز اللي عندنا I do either neither do I either do I وليتر دي or do I. طبعا هنا الجملة كانت نيجاتيف، فيبقى هنكمل علشان الميننج بتاع الجملة يبقى ليتر بي neither do I. دي اجابتنا المطلوبة. نيجي لجملة 46 she preferred، وده السبيس بتاعي long letters to each friend، يعني هي بتفضل يا ترى letter A to writing أو to writing. يبقى جابتنا هنا letter A to write، ودي بنقول عليها إن هي بشكل particular شكل محدد، ودي موجودة في التكست اللي عندنا في unit 4. ننتقل لبيج 24 والجملة رقم 47. بدأ بالسبيس of my parents has a good job. نيجي تاني لل each، عندي هنا every of و each of all of both of. طبعا يا جماعه قلنا الاول والبوث خلاص كان لازم يجيب plural noun اسم جمع بلس plural verb، يعني الاول والهاف لما يجي بعدين plural هيجيب برضو verb ايه plural verb جمع، لكن عندي هنا verb مفرد يبقى اجابتي ب each of my parents has a good job، كل من والدي لديه وظيفه جيده. جمله 48 I'd like to go، برضو جملة جميلة جدا أعزائي الطلبة تركز فيها كويس. I'd like to go quiet somewhere ولا somewhere quiet ولا somewhere quiet ولا quiet somewhere. طبعا يا جماعة هنا احنا عارفين ان somewhere ده noun، مفروض الأدجكتيف تيجي قبل النون، لا هنا برضو لما يجيب لي somewhere something anything وهكذا كل الكلمات ديت الادجكتيف بتيجي بعديهم، عشان كده اجابتنا letter B somewhere quiet. ننتقل لبيج 25
والجملة رقم 49 برضو جملة مبنية على الفهم كويس جدا، بتواكب النيو سيستم النظام الجديد بتاعنا. يبقى هنا both student work hard. This mean يعني كل من الطالبين بيعملوا بجد، وده مقصود بإيه؟ وهنا مبنية طبعا على انت مش كفاية انك كنت عارف قاعدة grammatical rules اللي عندك، لا كمان في فهم للإيه للقواعد اللي عندنا. letter A the two students، وركز جدا بقى، each work hard. the two students all works hard. the two students both work hard. أو letter أو الـ A والـ C. الإجابة عندنا هنا هنختار A، letter A و letter C، لأن يا جماعة هنا H هنا لما بتيجي بعد الجمع هيجي فعل جمع، ملحوظة مهمة جدا، لكن H لو جت في الأول اسم جمع فعل مفرد. وهنا post work، يبقى الإجابة A و C. last one آخر جملة، جملة 50، we don't like this، ما بنحبش much، يبقى هنا and sorrow، يا ترى بين ايك فينتينج ميكس، يبقى بين. دي كده يا جماعه كانت اخر جمله، يعني احنا ما بنحبش الاحزان والالام للناس اللي هم يخصونا او اهلنا. احسنت، شكرا لكم. احسنت يا مستر صلاح. طبعا اعزائنا الطلبه فروم ناو اون، طبعا كل الجمل بتاعتنا اللي احنا هنبقى المحتوى بتاع الحلقات هيبقى من داخل كتاب مدرس على الهواء، اللي هو يعتبر عمله قامه من المدرسين على مستوى الجمهوريه، وطبعا افضل ناس تتكلم على الكتاب هم المؤلفين بتوع الكتاب. فكده هناخد كلمه سريعه من كل واحد من الاساتذه الافاضل اللي معانا في الاستوديو. مستر نبيل بكير، تحب ايه الرسائل توجهها للطلبه؟ انا بحب اقول للطلبه طبعا الكتاب عامل كفرنج كل البوينتس، يعني شامل جامع، في كل في الجريدد كويشن، اسئله متدرجه، يعني ما شاء الله عليه، كتاب رائع جدا جدا، هيلم لك كل حاجه. ليتس اول ان مستر خالد عطيه، تحب تقول عن الكتاب؟ مساء الخير يا جماعه. ان شاء الله الكتاب فعلا مفيد جدا، تم تمارين هايل، تم تمارين هايل جدا، وطبعا براكتس ميكس بيرفكت، يعني لازم حضرتك تحل كتير مش تذاكر كتير، الفتره دي فتره حل كتير، فربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله، وابعد عن اي حاجه تعطلك بقى في سنت الكلام ده، فكك بقى من الحاجات دي خالص، ربنا يوفقكم كلكم باذن الله. مستر رمضان التركي، تحب تقول الطلب بتاعك؟ طبعا الكلمه بالاضافه للزملاء الافاضل، طبعا الكتاب طبعا فيه جمل الثانويه العامه كلها، فيه جمل الثانويه الازهريه كلها، فيه تريكات على القصه على النيو فوكابلري، فيه كل حاجه جميله، اتمنى ان الناس تستفيد بيه كويس قوي قوي قوي. الكتاب جميل، فيه كم اسئله رهيب، ربنا يوفقكم ان شاء الله، واتمنى لكم التوفيق جميعا، نشوفكم ان شاء الله من الاوائل. مستر خالد عبد الهادي، تحب تقول الطلب بتاعك؟ مستر احمد، احنا من خلال برنامج مدرس على الهوا هنا، مستر احمد عامل مجهود كبير، وطبعا احنا بذلنا معاكم مجهود كبير جدا في الكتاب، بحيث ان انت مفيش معلومه تفوتك، يعني من ابسط الجمل لجمل المتوسطه المستوى لاصعب الجمل اللي ممكن تقابلك، مش هيبقى في حاجه صعبه بالنسبه لك. الكتاب زي ما احنا شايفين كده معمول بشكل يليق بيك كطالب ثانويه عامه، يليق بطالب اللي بيدرس على نظام التابلت والنيو سيستم، حاجه تفتح نفسك للمذاكره بجد. معمول فيه مجهود كبير جدا من مجموعه من المدرسين، يعني احنا كده عاملين لك كونسلتو، بحيث ان احنا ما نفوتلكش اي فكره، الفكره اللي مباشره والفكره اللي اوت اوف ذا بوكس والجمل اللي متميزه والجمل اللي طالب مستواه ضعيف ويبدا يحل من الكتاب دوت، هتبص تلاقيه بعد ما يخلص مجموعه الجمل اللي فيه مفيش حاجه بتقف قدامه. انت اتعامل، انت اليومين دول يومين حل اكتر منهم يومين شرح، افهم الملخص الشرح بس، حل كتير، اللي يقف قدامك اسال فيه، تابعنا من حلقاتنا هنا في برنامج مدرس على الهوا، هتستمتع جدا وانت بتحل، هتزيد معلوماتك، هتفهم، هتلاقي مفيش حاجه صعبه بالنسبه لك بعد كده. احنا جايين هنا عاوزين نحسسك ان احنا مدرسين جايين لك في البيت، بنشرح لك، بنفهمك كل حاجه، اي حاجه انت محتاجها ممكن تتواصل معانا، ارقامنا معاك، من جميع انحاء الجمهوريه تواصل معانا، اي سؤال محتاجه احنا مش هنتاخر عنك ابدا. ذاكر انت بس واللي يقف قدامك، ذاكر انت وحل من الكتاب على قد ما تقدر. الكتاب طبعا زي ما قال مستر احمد السعيد موجود حصري مع مؤلفين الكتاب، تواصل مع اي حد هيجيب لك النسخ اللي انت عاوزها. تابعنا في حلقاتنا ان شاء الله هنعمل كفرنج كبير قوي قوي، وهتلاقي مفيش حاجه واقفه قدامك اخر السنه، وربنا يوفقكم جميعا تقدروا تجيبوا المجموع اللي انتوا عاوزينه، ولسه في وقت، ما تخليش حد يحبطك، ما تخليش حد يقول لا مفيش، اللي ذاكر ذاكر، فيش الكلام ده، ابدا من النهارده هتخلص كل حاجه وهتبقى تمام، وربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله.
مستر صلاة عبد الله، تحب تقول ايه الطلبه بتاعتك؟ احب اقول لهم ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم، واقول لهم النهارده لو حد، لو انتم كده لاحظتوا كويس في حلقه النهارده، ان كل الجمل اللي موجوده مبنيه على الفهم عشان تواكب النظام الجديد. واقدر اقول لكم انك انت هنا بتراجع من كتاب مدرس على الهوى، مش انت ما راجعتش مع مدرس واحد، انت راجعت مع مجموعه ما شاء الله عليهم مدرسين من جميع انحاء الجمهوريه، ما استفدتش بخبره مدرس واحد، لا، هنا الافكار والجمل الموجوده استفدت من خبره مدرسين كتير ما شاء الله، ودي هتفرق معاك كتير جدا. وانت نفسك هتلاحظ ايه الجمل الموجوده والادفانسد اللي موجوده الجمل على كل جزئيه. وده اللي احنا عايزين بنعمله، اللي احنا فكرنا فيه كلنا والفريق العمل مع الاستاذ احمد السعيد، بداوا ان هم يشوفوا اخر الجمل، التطورات، كل شيء كويس اللي هيبدا يبني عليه ويدربك تدريب كويس، بحيث ان شاء الله تخش امتحان وانت باذن الله مراجع كويس جدا ومفيش قلق، وان شاء الله ربنا يوفق كل الطلاب باذن الله. احسنت يا مستر صلاح. قبل ما نختم طبعا مستر نبيل كان عنده كلمه اخيره عايز مع الطلبه بتاعته، اتفضل. بحب اطمن طلابي الاعزاء ان الكتاب على الاقل هيفتح نفسك، الكتاب جميل جدا جدا زي ما انتم شايفين كده. كوكبه من احسن مدرسين مصر، عاملين افكار جامده جدا جدا، جريد الكوتش زي ما قلت قبل كده، من اول الطالب الضعيف المتوسط الادفانسد، يعني عاملين كفرين كله. عمرك ما هتندم لو ما خدتش الكتاب ده، هتندم لو ما خدتوش. كل سنه طيبين حبيبي. مستر خالد عطيه، كنت حابب تقول حاجه؟ والله انا حابب بس اوجه كلمه اخيره لطلاب مصر كلها، يعني طبعا يعني هستشف من مستر خالد كده برضو لما قال لسه بدري. يا جماعه لسه حوالي شهرين ثلاثه على الامتحان، لسه مش عارفين ميعاده امتى بالظبط. الوقت ده كفيل وكافي جدا انك تقدر فعلا تقفل فيه حاجات كتير، وحتى لو ما لميتش حاجه، لو عندك فكره بسيطه او ما عندكش فكره، تقدر فعلا ان انت تستفيد اليومين دول جدا وتحل كتير عن طريق فعلا الكتاب او ايا كان. لازم تمارس كتير جدا، فابعد عن اي محبطات، ابعد عن اي كلام سلبي. الامتحان صعب، الامتحان نظام جديد، سيبك من الكلام ده كله. اللي عليك دلوقتي انك تجيب اخرك وتعمل اللي عليك عشان ربنا يوفقك. وربنا قال ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، مش احنا اللي بنقول، فهنصدق كلام ربنا اكيد. تمام؟ فحضراتكم اعمل اللي عليك اليومين دول وسيبها على ربنا، بس ابذل جهد كويس. حتى انت قدام نفسك هتحس ان انت ما قصرتش، قدام اسرتك في البيت هتحس ان انت ما قصرتش وملتزم مهما كانت النتيجه. لكن لو قصرت، تخيل السيناريو الثاني، هتحس بقى ايه قدام نفسك وقدام اسرتك، تمام، وحياتك بعد كده. طبعا ربنا مسخر لكل واحد حياه معينه، لكن انت بناخد بالاسباب ونعمل اللي علينا. فان شاء الله احنا واثقين فيكم. ابعد عن اي محبطات، اي كلام سلبي مالكش دعوه بيه. انا بطمنك الامتحان مش هيجي صعب زي ما ناس كتير بتقول، مفيش الكلام دوت. اي امتحان يا جماعه في اي ماده هو امتحان متوازن، جزء متوسط وجزء صعب، وجزء فيه تريكات بسيطه كده وليس عليه كم درجات عالي، فما فيهوش مشكله. ربنا يوفقكم ونشوفكم في احسن حال ان شاء الله. وطبعا اكرر شكري لكل زملائنا على المجهود اللي عاملينه بصراحه في البرنامج وفي الكتاب، وربنا يوفقنا جميعا لخدمتكم باذن الله. سلام عليكم. مستر خالد، مستر رمضان، في طلبه بتتصل بيا كتير ورسائل كتير على الواتساب بيسالوا عن اجابات الكتاب او لو واقف قدامهم جمل. طبعا عشان في طلبه كتير جدا بتشاهدنا من المحافظات، فاحنا بنحاول نبسط لكم الموضوع، يعني ترد على الطلبه اللي هي بتسال على اجابات الجمل او عايزه تتواصل معاك شخصيا، هيعرف يتواصل معاك من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه ولا؟ تمام. الارقام طبعا مستر احمد مشكورا يعني، والبرنامج كله مشكورا، بيحط ارقام الساده المدرسين على الشاشه، واحنا ارقامنا كلنا موجوده، اي حد يتصل في اي وقت هتلاقونا في خدمتكم. يعني احنا طبعا على هذا المجهود، طبعا احنا مطالبين ان احنا نجاوب على نرد على اي استفسار او اي سؤال. برضه زي ما قال مستر خالد مستر احمد، احنا داخلين على شهور البركه، شهر احنا في شعبان وداخلين على رمضان. شهور دي من الشهور اللي البركه فيها كتير قوي، استغلها كويس جدا في المذاكره، استغلها كويس جدا جدا في انك تلم اللي فاتك، استغلها كويس جدا جدا انك تبقى عندك كميه تحصيل كويسه جدا. وطبعا الكتاب ده فيه امتحانات كتير جدا، واعتمد دايما في كل الكتب اللي جايه انك تحل، حل بس، حل كويس، وان شاء الله ربنا يوفقكم جميعا. واي حد عنده اي استفسار، اظن ارقام الساده المدرسين على الكتاب وعلى شاشه التلفزيون، اتصل في اي وقت ان شاء الله هرد عليك ومحدش هيبخل عليك باي معلومه. مستر خالد عبد الهادي، حابب تقول حاجه سريعه؟ اتفضل. هي طبعا نحب نقول للطلبه مفيش حاجه اسمها كليات قمه، وان انت لو ما دخلتش طب او هندسه انت فشلت، مفيش الكلام ده. انت لو دخلت اي كليه ثانيه، لو دخلت تجاره وبقيت في يوم من الايام مدير بنك، لو دخلت بقيت محافظ بنك مركزي، لا ما هو كان تجاره، لو دخلت كليه اداب وبقيت في يوم من الايام معيد في الجامعه او دكتور في الجامعه، ما انت من اعلى صف تدريس
وحاجه راقيه جدا. انت اي كليه تخشها انت بس تعمل اللي عليك زي ما قالوا زمايلنا كده، تعمل اللي عليك والباقي على ربنا، ربنا ما بيضيعش تعب حد. انت بتبذل مجهود بعد كده بتحس ان انت عملت اللي عليك، وده اقصى حاجه انت بذلتها وما قصرتش. تخش كليتك تتفوق فيها ان شاء الله، في يوم من الايام تبقى من الشخصيات الناجحه. اي كليه انت هتخشها وتتفوق فيها انت هتبقى من القمه، لكن مفيش حاجه اسمها كليه قمه وخلاص. ربنا يوفقكم ان شاء الله، ونشوفكم دايما على خير، وتابعونا عشان دايما ان شاء الله نرفع من مستواك على قد ما نقدر باذن الله. ناصر صلاح عبد الله، كلمه اخيره تطلبها. انا عايز برضو بعد يعني الكلام الجميل اللي الافاضل الاساتذه قالوا، هي الفكره كلها انك لسه الوقت موجود، ولسه عندك الفرصه موجوده، وقدامك الوقت، ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. وبالنسبه للكتاب بتاعنا او بالنسبه لمراجعه الانجليش، اطمن هتلاقي عندك خبره وافكار ان شاء الله تكون مفيده جدا جدا ليكوا، وربنا يوفقكم ان شاء الله تحققوا اللي انتوا عاوزينه. احسنت يا مستر صلاح، شرفتونا، وحلقه من الحلقات الموفقه، ونتمنى ان شاء الله نشوفكم في حلقات قادمه، وتمنياتنا القلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء على مستوى الجمهوريه. شكرا لكم جميعا. شكرا.